السيدات والسادة، الجمع الكريم، لقد كان رجال الشرطة مع كل موجة وطنية يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته، وسيمضون دون تردد ليحفظوا للمجتمع أمنه واستقراره. رسالتهم هي إنفاذ القانون، وهدفهم كسب ثقة الجمهور. عاهدوا الله أن يجعلوا من أنفسهم ملاذاً لكل قاصد، وحصناً منيعاً تندحر أمامه كل الدسائس. هكذا تمضي مسيرة العمل في وزارة الداخلية في شتى المجالات، وتنطلق عزائم الإنجاز في مختلف القطاعات. مع رسالة الأمن لحضراتكم في يوم عيد الشرطة، كلمة السيد محمود توفيق وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، أصدق معاني الترحيب وكل التقدير لتشريفكم احتفالنا بعيد الشرطة، والذي يوافق الذكرى 68 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، تلك الذكرى الغالية في سجل الوطنية المصرية، والتي رسخت فيها بطولات رجال الشرطة قيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعاً عن تراب هذا الوطن. وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود. واليوم نستقبل هذه الذكرى الوطنية الخالدة، وقد أثبتت الأحداث رشد رؤيتكم سيادة الرئيس، حيث مضت المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة في تسارع محموم، وعصفت باستقرار أوطان كانت مستقرة وضاعت بسببها سيادة دول. الجمع الكريم، لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات. وفي مواجهة كل هذه المخاطر، كان الوضع الأمني المتميز لمصر ولا يزال تجسيداً لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها، وكان حصاداً لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، وهم على قدر كبير من الوعي بمسؤوليتهم في انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث في ظل معطيات متغيرة، يدركون أن آفة الإرهاب لم تنتهي، وأن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم. من هنا ارتكزت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة على ثوابت جوهرية يأتي في مقدمتها نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها، ورصد وإحباط تحركات عناصرها، ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال التخريبية فحسب، بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس من استقطاب للشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة وترويج الشائعات والدعوة لاستخدام العنف. وستظل السياسة الأمنية تعمل بقوة لتحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء وتطوير الإجراءات الوقائية والاحترازية لدحض المحاولات الخبيثة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تدير حركات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها للنيل من استقرار الدولة المصرية في ظل عوامل متداخلة لمناخ إقليمي يسود الاضطراب والعنف، ويتيح للإرهاب فرص الدفع بظلاله السوداء. السادة الحضور، وسط كل هذه التحديات استطاعت الجهود الأمنية
تحقيق المواجهة الحاسمة لكافة صور الجريمة الجنائية وأنماطها من خلال انتهاج الأساليب العلمية المتطورة واستخدام التقنيات الحديثة في مجال كشف الجرائم وجمع المعلومات والأدلة الجنائية وتطويعها لدعم خبرات ومهارات رجال الشرطة من منطلق أن مسار التطوير والتحديث لم يعد فقط سبيلاً لتحقيق الأهداف، بل هو بمثابة ركيزة أساسية لمواجهة كافة الجرائم والأنماط المستحدثة منها. وكان حصاد ذلك فرض الأمن في الشارع المصري وتحقيق انخفاضاً في معدلات الجريمة وارتفاعاً في نسب تفكيك وضبط البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية بصورة متميزة، الأمر الذي جعل مصر تتبوأ مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى العالم. كما حرصت الوزارة في سبيل تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الأداء الأمني على التوسع في استخدام تطبيقات علوم الحاسب الآلي وتقنيات شبكات المعلومات والاتصالات بهدف استكمال وتدقيق قاعدة البيانات والمعلومات بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، توافقاً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات الربط والتكامل مع النيابة العامة والمحاكم المختصة. وتمضي جهود رجال الشرطة في الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي تتصل بسير الحياة اليومية للمواطنين، واعتبار ذلك محوراً أساسياً في سياسات الوزارة، وهو ما تترجمه الخدمات الأمنية التي تم ميكنتها وإتاحتها للمواطنين سواء عبر المواقع الرسمية للوزارة وتطبيق الهواتف المحمولة أو بالمواقع التي تقدم هذه الخدمات. ويجرى حالياً استكمال تلك الجهود بما يحقق التيسير في أداء الخدمة الأمنية وتحقيق الجودة والإتقان في معدلات تقديمها. وانطلاقاً من دور مصر المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، استقبلت المعاهد الشرطية العديد من الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية للتدريب على مختلف المجالات الأمنية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية التخصصية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وقيادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة. إنما حققته وزارة الداخلية من نجاحات رصدتها الأرقام والدلائل والإحصائيات كانت وبحق تتويجاً لجهود مضنية حرصت فيها الوزارة على الارتقاء بمعدلات الأداء ومواصلة تطوير كفاءة العنصر البشري من خلال انتهاج منظومة تدريبية متميزة وتعاون وتنسيق مع قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب البغيض وحماية الجبهة الداخلية. الجمع الكريم في تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، أبعث رسالة تقدير وعرفاني لكل رجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد، وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. كما أتوجه بتحية التقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة التي تجسد في تلاحمها مع وزارة الداخلية أصدق علاقات التكامل والترابط الوثيق بين الأمن بجناحيه الداخلي والخارجي، وكل الوفاء والتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني. داعينا المولى عز وجل أن يكون أداؤنا وجهدنا متصلاً بعطائهم وتضحياتهم الغالية. سيد رئيس الجمهورية، لقد كان تكليف سيادتكم بأن يكون أمن مصر في قلب العمل الوطني وفي مقدمة أولوياته، وانطلقت الخطط الأمنية في تنفيذ ذلك بكل دقة وإتقان ليظهر وجه مصر الحضاري وصورتها الحقيقية للعالم بأسره كمنارة تجتمع فيها الشعوب عبر المؤتمرات ومنتديات إقليمية ودولية لمناقشة طموحات ورؤى تحقيق التنمية والأمن والسلام. ولسوف يسطر التاريخ لكم سيادة الرئيس
قيادتكم للوطن في مرحلة من أدق مراحل التحديات الكبرى والمصيرية والتي أعليتم فيها السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، ومواجهة المخاطر الجسام بكل عزم وإصرار، وأثبتتم أن مصر شامخة بأبنائها، قوية بمبادئها، لا تنال منها مؤامرات الغادرين مهما بلغت، وأحقاد الطامعين مهما تعاظمت. حفظ الله مصرنا الحبيبة بكم، وحفظكم سيادة الرئيس لمصر قائداً راعيةً للتنمية والاستقرار، سنداً للحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يتشرف السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم هدية تذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.